مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. هل هناك ما يهدد قناة السويس؟ والكلام اللي انا بقوله هل هو كان ممكن لو ما عندناش القناة التانية؟ طبعا اكيد 100%، لو ما كانش عندنا القناة التانية كان هيبقى في تأثير كبير جدا على ايرادات قناة السويس ودخل ايرادات قناة السويس. الحقيقة ان قناة السويس الجديدة بفضل ربنا طبعا ورؤية سيادة الرئيس قلبت الموازين كلها في النقل البحري في العالم كله. اللي حوالينا وبعض طبعا الانباء النهارده والاخبار متداوله بلومبرج وغيرها وغيرها على انه تطوير في بعض الحاجات، شبكات ربط ما بين بعض الدول في المنطقه، وبالتالي انه الكلام على انه القناه هتتاثر من هذا الامر. اين الحقيقه والرد ايه في هذا الموضوع؟ والله فعلا احنا سمعنا طبعا اول امبارح يمكن امبارح ان قناه السويس فقدت فريقها وانها مش هتقدر تبقى منافسه، واحنا فعلا مش هنقدر نبقى منافسين لان احنا مفيش غيرنا يعني كده يعني. نعم. فهي طبعا كلها اقوال خاطئه ومخترئه. نعم. عايز اقول بس حاجه، يعني هم بيتكلموا على خط ايلات عسقلان، يعني انه ممكن ياثر على تجاره البترول اللي بتمر عندنا من الامارات والسعوديه والكويت مثلا. نعم. طب انا هقول، هم قالوا امبارح برضه اول امبارح ارقام خاطئه، قالوا ان احنا هنفقد من 12 ل 16% من حجم تجاره العالم كله اللي بيمر في قناه السويس. الحقيقه ان الكلام ده طبعا غير حقيقي تماما. احنا لو هقول لو تاني برضه، لو البترول بتاع اللي هيمر ده من فئات عسكران من دول الخليج كله بيشكل 7% من ناتج البترول اللي بيمر في قناه السويس، مش في التجاره كلها. طبعا فرق كبير جدا يعني، ده لو مر كله بقى في الانابيب دي خط الانابيب. طب احنا نقول قد ايه يعني؟ مثلا الامارات بيمر عندنا السنه اللي فاتت مر علينا 7/10 من نسبه البترول مش نسبه التجاره كلها في قناه السويس. لا معلش دول فين؟ معلش تاني سياده الفريق، دوله يعني الامارات اللي مر عندنا من نسبه البترول 7/10 من قيمه البترول كلها اللي مرت في من حجم حركه البترول في القناه. دي كانت 107 مليون طن. يعني السنه اللي فاتت كان حجم البترول كله اللي مر عندنا من التجاره كلها 107 مليون طن. طب احنا السنه اللي فاتت معديين 1.170 مليار مليون طن بضاعه كامله بقى، مش بس البترول. بس 7/10 دول هيمثلوا كام بقى من ال 107 مليون دول؟ 700,000 طن. السعوديه بيعدي السنه اللي فاتت عدى عندنا منها 4.9% من البترول برضه مش في التجاره كلها، وده يمثل 5 مليون طن. الكويت مر عندنا 1.4%، يعني تقريبا 1.4 مليون طن. يعني المجموع كله بتاع كميه البترول دي كلها هو 7% من قيمة البترول اللي عدت في قناة السويس السنة اللي فاتت اللي هم كانوا 107 مليون طن. ده لو على فرض اللي عدت عندنا لو على فرض، معلش سيادة الفريق، النقطة دي على فرض كلها لو على فرض انه كل الكميات دي نقلت عبر خط الانابيب اللي بيتقال عليه ما بين الامارات واسرائيل، او الدول العربية مصدرة للنفط مع اسرائيل، وده مش هيحصل يا فندم. ليه بس؟ انا هقول برضو يعني تاني، دلوقتي البترول اللي هينتقل دون من ايلات لغايه عسقلان على البحر المتوسط، بعد كده هيروح فين؟ وعايز يتنقل تاني في نقلات بترول تاني لغرب اوروبا، شرق وغرب اوروبا. طب قناه السويس اقرب برضه. نعم. يعني هتطلع برضه ان انت تاني هترجع تنقل تاني خط الانابيب ده على نقلات تانيه، ونقلات تانيه تبدا تتحرك بمسافه ابعد لاوروبا عن قناه السويس. فانا بقول ان حتى الكميه دي مش هنفقدها، مش هنفقد كل الكميه دي. فالكلام كله كان كلام يعني مرسل وباطل. انا بقول كلام باطل، وحقيقة ان الاعلام اللي بيقول الكلام اللي هو مش مظبوط لا ده. يعني لا انا لو انا طبعًا. لا يعني خلينا برضو عمليين، انه ممكن انا حاطط تقديرات افقد قد ايه؟ افقد نص من 7% من البترول. نص من 7%، 3.5 او 3% فقط. يعني رقم يعني من غير مؤثر بالنسبه لحركه التجاره اللي عندنا. السنه اللي فاتت معدي مليار 170 مليون طن بضاعه. نعم. معلش ال 3.5% دول بيمثلوا فلوس كام بالمقارنه لدخلي كام؟ انا دخلي من السنه اللي فاتت على المليار و 170 مليون طن دول كان 5 مليار دولار و 620 مليون. نعم. مش هيمثلوا حاجه خالص، مش هيمثلوا حاجه خالص. قيمه يعني نحسبها بشكل. انا اقول حاجه ثانيه يعني. فضل. شوف بقى يا شاهد السميع العليم، ان امبارح منظمه زي منظمه ارجوس دي احدى كبرى الشركات العالميه العامله في مجال دراسه تحليل اسواق الطاقه العالميه، دي حطت عنوان كبير كده على الموقع بتاعها، لماذا تغير النقلات المحمله بالغاز الطبيعي المسال الامريكي طريقها الى قناه السويس بدلا من راس الامارات؟ ده عنوان.
وبعدين قال احنا نقل تجاره الغاز الطبيعي المسالب للولايات المتحده ودول شرق اسيا اتنقل كله الى قناه السويس نتيجه الحوافز اللي احنا عملناها، وكمان عشان المسارات اللي حضرتك قلت بقى قناه السويس الجديده بقت هي هم قالوا كده زياده عنصر الوقت في ظل ارتفاع التحديات التي شهدها نظام الحجز بعبور السفن بقناه بنما والمرور في راس الرجاء الصالح. انت الحوافز اللي احنا عملناها من 35 ل 75% من نقلات الغاز المسال اللي جايه من الشرق الساحل الشرق الامريكي، علاوه على ارتفاع تكاليف الشحن عبر الطرق المنافسه كلها، كل ده وارتفاع تاجير السفن، كل ده خلى ان قناه السويس تاني برضه عشان قناه السويس دي نقلات الغاز المسال اللي حضرتك بتتكلم عليها المسال الامريكي اللي جاي من الساحل الشرقي الامريكي ده على فكره ما كناش احنا البديل الاول بتاعه او احنا الاختيار الاول بتاعه. احنا عدى عندنا 114 نقله بترول خام من امريكا رايحه لاسيا باجمالي ايراد 15 مليون دولار. طبعا لو انت حسبت بقى دول بالنسبه للعدد اللي احنا بنقول عليه، لو عدى 3.5% من 7% دول ولا حاجه خالص. طب انا هقول لحضرتك حاجه ثانيه، احنا بالنسبه للحسبه دي برضه احنا عدى الشهر يناير ده بس يعني شهر يناير ده عدى عندنا 51 ناقله غاز مسال اللي جايه من الساحل الشرقي الامريكي. السنه اللي فاتت كلها كان معدي 50 ناقله، يعني احنا في شهر واحد اللي هو في شهر يناير عدينا 51 والسنه اللي فاتت كلها عدى 50. طب ده يدل عليه ايوه اتفضل يدل عليه اولا احنا بنعمل دراسه كامله لمتغيرات السوق طبعا قطاع الفناء البحري وتحرك السفن. لما عملنا التخفيضات دي عرفنا نجذب السفن دي انها تعدي في قناه السويس، دي ما كانتش بتيجي عندنا خالص اساسا. فبعد ما كان بيعدي 50 واحده في السنه لا عدى عندنا 51 في الشهر. فقصدي ان احنا دايما عندنا حلول ودايما باصين واخدين بالنا ان احنا بنعمل ايه، واي اي خط بديل هيتعمل واي انابيب واي احنا برضو احنا مش قاعدين بنتفرج يعني. لا احنا بنشتغل برضو بنشتغل وبنعمل حاجات مجابهه كبيره جدا بتغير في الكلام ده كله. نعم. لا يعني الرقم معلش تاني الرقم اللي احنا عدى بالنسبه للغاز المسال الامريكي اللي عدى في 2020 بالكامل تجاوزناه في يناير 21. في يناير 21 في الشهر بس، يعني عدى 50 في سنه احنا عدينا 51 في شهر. ليه بقى رؤيتنا احنا شايفين يعني احنا شايفين طبعا ان المراكب دي ما كانتش بتيجي عندنا، طب ما بتجيش عندنا ليه؟ علشان بتخش من بنما تروح على راس الرجاء الصالح عشان الحسبه بتاعتها تبقى اوفر لها كده. طب انا لو وفرت له حسبه اقل من اللي هو هيدفعها كده لازم هيجي لي، فاصبح يجي لي. طب بيجي لي ليه برضو؟ عشان اولا الفلوس الوقت بعديه في 11 ساعه زياده المولون بتاع الشحن غالي، فعايز برضو يعدي بسرعه يعني مع تخفيضات احنا بنعملها. فخلاص العنوان بقول لحضرتك العنوان يعني يعني صح سبحان الله، يعني الكلام اللي هم كانوا بيتكلموا فيه امبارح كده ان احنا فقدنا البريق ونبقى غير متنافسين. العنوان لماذا تغير النقلات المحمله بالغاز الطبيعي المسال الامريكي طريقها لقناه السويس؟ يعني ده مش احنا اللي بنكتب بقى، مش نظريات عالميه. فيعني المؤشر ده يؤكد ان احنا زي ما حضرتك قلت ليس لنا منافس، قناه السويس ملهاش ومش هيكون لها منافس. مش هيكون لها منافس ان شاء الله باذن الله باذن الله ان شاء الله مش هيكون لها منافس ان شاء الله. طيب خلينا نتكلم ايضا بشكل السنه دي عاملين ايه؟ يعني ايه اللي احنا عاملينه في 21؟ والله احنا برضو احنا السنه دي يعني بدايه كويسه جدا تبشر ان احنا ان شاء الله برضو هنبقى ملامسين لسنه 19 مش 20. يعني برضو هنبقى لغايه دلوقتي يعني هنبقى زي سنه 2019، ودي كانت سنه رواج على فكره. احنا السنه دي عاملين ثاني اعلى حموله في تاريخ القناه كله. وثالث اعلى ايراد بالدولار في تاريخ القناه كله. فاحنا برضو ان شاء الله ماشيين يعني تبشر السنه دي برضو في يناير اهو احنا ماشيين ان برضو الامور هتبقى في هذا السياق يعني الحمد لله. المؤشرات 19 كان كام و20 كان كام؟ احنا 19 كان معدي يعني في 20 كان معدي عندنا 18829 سفينه. ايوه في 19 اللي هي كان سنه رواج يعني اكتر حاجه كان معدي عندنا 18850 سفينه. يعني الفرق 31 سفينه في سنه ما كانش فيها لا كورونا ولا اخفاض سعر البترول ولا فيها حاجه خالص. وكان الايراد بتاعنا كان السنه دي 20 يعني كان 5 مليار 610 مليون دولار، كان سنه 19 كان 5 مليار 710 مليون دولار. طيب الخط البري اللي بيتقال ما بين بعض الدول من غير ما نقعد نقول اسماء انه ربما يكون في استخدام قطارات لشحن لشحن حاجات خاصة بالبترول وكده، أنا عندي لو عندي سفينة بتنقل فيها كم مثلا حاوية محتاجين كم قطر؟ يعني ادينا حضرتك مثلا ومحتاج كم قطر؟ تمام. يعني احنا لو قلنا القطر العربية الواحدة في القطر تشيل كم حاوية؟ تشيل من 4 ل 5 حاوية، 5 حاوية نقول 5 حاوية. طب القطر هيكون وراه كم عربية؟ 20 عربية، 50 عربية بلاش 20 نقول 50، ده حاجة غير منطقية يعني. لو قلنا 50 في 5 ب 250
حاويه. طب انا معدي مركب واحده بتاعت اتش اتش ام دي جزيره دي 23900 حاويه. مين اللي هيقطع البضاعه بتاعته على القطر عشان يعمل الكلام اللي احنا بنتكلم عليه؟ فالقطر مطلوب طبعا، السكه الحديديه هتبقى مطلوبه لنقله بعض المواد التقنيه والتكنولوجيه والطبيه في وقت محدد بنسب واعداد وحمولات قليله جدا. السفن الصب الكبيره والحمولات الكبيره والحاويات الكتير مش هتعدي غير من قناه السويس. لا يعني لو انا النهارده 23000 دول محتاجين كم قطار عشان اقدر انقلهم؟ يعني لو حسبنا احنا 23000 انا بس بالحسبه اللي هي نعرف الفارق ما بين اللي عندنا واللي اي حد يفكر في حاجه تانية. يعني عايز 50 60 قطر يعني. 50 60 قطر. كل واحد وكل واحد جرب فيه وراه. واللي هو ده زي ما نقول المستحيل. مستحيل طبعا يعني. نعم. مستحيل. وبعدين شحن بقى وتعتيق وبتاع كل ده في كل يعني في كل حاجه بدي تبدا تنزل من حته وعايز تنتقل لحته ثانيه ولا عربيه ثانيه، لكن مركب واحده بتاخد كل الحموله دي مره واحده وتعدي بيها في قناه السويس في اقصر طريق في 11 ساعه وتعدي بامان وسلام وتبقى كمان كم فين بقى على يعني على هنقول بقى اللي هو الطريق اللي هو ما فيهوش ديفيشن خالص يعني من قناه السويس بورسعيد مثلا وخارج بورسعيد على اوروبا على طول مباشره دايركت، مش هيلف يمين ولا شمال ولا ياخد اي ديفيشن خالص اي حركه. امبارح الخطوط اتفضل. من يومين كنت في اسكندريه مع سياده الوزير كامل وايضا السيد وزير قطاع الاعمال. تمام. اسكندريه وقناه السويس، ايه الرابط هنا؟ هو طبعا البضاعه كلها اللي بتيجي في قناه السويس لما تبقى جايه من اوروبا او من الغرب او من الشرق، اسكندريه بيبقى فيها بتاخد جزء من البضاعه دي بتنزل في ميناء اسكندريه. لكن برضه احنا يعني بتنزل وتفرغ بقى في ميناء اسكندريه وخلاص الموضوع يعني جايلنا برضه مكسب للبلد، يعني كل واحد بيتكلم عن مكسب بلد. احنا بنعمل دلوقتي رصيف الحاويات الجديد متعدد الاغراض في ميناء اسكندريه، رصيف 55 56 57 لغايه 62. ده برضه هيبقى اضافه جديده ان سفن تجي لنا برضه بحاويات ازيد تخش في ميناء اسكندريه غير بتاعت ميناء اسكندريه تخش على الرصيف دون. حاجات كتير جدا بتعمل في البلد كلها تصب في مصلحه النقل البحري والتجارة البحرية. طيب خلال يعني لو انا اتكلمت حركة التجارة وحجم تبعها اعداد اللي لحد دلوقتي السفن بعيدة عن ناقلات النفط وغيره، حركة التجارة العالمية السنة دي بدايتها كويسة لحد دلوقتي مبشرة؟ والله احسن من السنة اللي فاتت طبعا. يعني هو برضو احنا الحركة بسبب يعني كورونا كانت وقفت السنة اللي فاتت خالص تماما تقريبا بنسبة كبيرة، يعني كان في 16% من عدد سفن الحاويات بيت كامل كان توقف. في بعض المواني كانت قفلت وقفت. السنه دي لا ما حصلش كلام، ما وقفوش الشغل يعني. وبالتالي بقى الحركه بقت شغاله، بنشوف على ابتدى الشيب بيلدينج بتبني سفن كبيره، كل ده يدل على ان البحر في ازدهار، يعني هيبقى في الفتره الجايه في ازدهار، ما وقفتش يعني ومنعت البنى، لا في بنى سفن عملاقه كبيره زي ال 12 سفينه اللي احنا كنا اتكلمنا عليهم. نعم. كده نعم. اللي هم 240000 طن دول 12 سفينه كلهم من توكيل واحد اتش اتش ام ده اللي في كوريا الجنوبيه. ده كل ده يدل، وبرده سي ام اي بتعمل نفس الموضوع حوالي 12 برده سفينه عملاقه. فمعنى كده ان ما دام بقى في حركه بنى يبقى الناس دي ليها رؤيه لقدام ان تجاره الماء. وبرده احنا هنقول احنا لا يعني ما فيش منافس للنقل البحري. يعني في طيران، في سكه حديد، طيران طبعا غالي جدا وكميه قليله، سكه حديد رخيص لكن النقل بتاعه اعداد قليله جدا من الحاجات، هيظل النقل البحري هو افضل وسيله واسرع وسيله وارخص وسيلة في نقل التجارة العالمية. فريق أسامة ربيع بشكرك شكرا جزيلا.